قناة القنيطرة 36. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. هذا البرنامج كما هو معلوم يسلط الضوء على نتائج دور الدراسة القسم الثاني مع تقديم جديد وآخر أخبار النادي الرياضي القنيطري. كما هو معلوم أجريت الدورة 21 من بطولة القسم الثاني. هذه الدورة أسفرت على النتائج التالية: المغرب الفاسي يتفوق على الراسينغ البيضاوي بهدف دون رد، اتحاد زمولي الخميسات ينتصر على رجاء بنين الله بهدف لصفر، النادي الرياضي القنيطري يسحق جمعية سلا بأربعة أهداف مقابل هدفين، أولمبيك تشيرا يهزم وداد الفاسي بهدفين لصفر، اتحاد سيدي قاسم ينتصر على النادي الرياضي السامي بثلاث أهداف لهدفين، قصب التادلة يتعادل أمام شباب المسيرة بهدف داخل كل شبكة، وداد أتمارة يتعادل أمام شباب بنكلير بدون أهداف، في حين نهضة زمامرة يسحق شباب أطلس خنيفرة بثلاث أهداف مقابل لا شيء. على ضوء هذه النتائج أصبح الترتيب على الشكل التالي: يرافقني في حلقة اليوم من برنامج الحصيلة الرياضية محلل قناة كنطرة 36 الزميل الصحفي براديو ام اف ام السيد عمر الشبر. مرحبا بك سي عمر الشبر. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا بمتابعي قناة قنيطرة 36، ومرحبا بالاستاذ احمد اوسار مخرج الحلقات. وصلنا سي عمر الدورة 21، الدورة عرفت استمرار تفوق فريق نهضة الزمامرة اللي حافظ على الصدارة ديالو وفريق مريح، كذلك الدورة تميزت يعني فريق المغرب الفاسي انفرد بالمرتبة الثانية إلى جانب الفوز المهم لفريق النادي الرياضي القنيطري في ديربي الشبه المحلي أمام جمعية سلا. بالنسبة لأسفل الترتيب يعني شباب قصب التادلة ظل متشبتا بالمصباح الأحمر، وكذلك تلاحظ أن هناك تراجع لفريق شباب المسيرة اللي تراجع بواحد الشكل كبير. تحليل ديالك للدور الثاني؟ كما ذكرت فريق نهضة الزمامرة باقي متشبت بالصدارة، ورغم أن مر من ذاك النفاق ديال التعادلات المتتالية في ظل ذاك المشاكل الانضباطية اللي كانت عندهم مع المدرب، لكن اللي دار لو ديكليك هذا الشتي جوج ديال المقابلات تابعين انه كيحققوا الفوز، وحققوا الفوز الاخير بنتيجه عريضه على فريق شباب أطلس خنيفرة. فريق الماسو كان تنبأ له شحال هذه تقريبا المده ديال هذه الدورات، قلنا ان فريق المغرب الفاسي راجع بقوه وهو كيزكي التنبؤات ديالنا. فريق النادي القنيطري الحمد لله وكما تبعنا، لان قلنا 6 ديال المقابلات في القنيطره خصنا 18 نقطة، الحمد لله 3 نقاط جات بالطريقة وبالأداء، زعما الطريقة هذا الأداء كلشي، لأن كانت عرض حضرته كان عرض مزيان اللي قدموا اللاعبين مشكورين عليه الأطر التقنية اللي أكيد كتقوم بمجهودات كبيرة باش توصل اللاعبين لهذا المستوى، خاصة في ظل المشاكل اللي كاينة. أنا اللي فرحني هو أن اللاعبين والطاقم التقني بقاو بعاد على المشاكل الإدارية ديال الفريق، وهذا شيء يحسب للأطر سواء الإدارية أو خاصة التقنية. في أسفل الترتيب كما ذكرتي، فالدورة كانت عرفت تشبت غريق بغريق، مع الأسف الفريق ديال الشباب جاد لما ما زكاش النتيجة اللي كان حققها قبل أسبوع بالدار البيضاء، لأنه كان مازال أحد المطاردين ديال بيزمر وفريق الراسين، وتعادل مع المسيرة وكان خاسر، ولكن رجع في النتيجة، ولكن هذا ما مناش أنه كيبقى في الصف الأخير، إذا غادي يتعذب في الدورات الباقية
نتمنوا له حظ اوفر له ولا المسيره، ولا كذلك تاع فريق ديال اتحاد سيدي قاسم اللي كما تنبأنا بالنتيجه ديالو قلنا انه غادي ينتصر والحمد لله انتصر وهرب نوعا ما. نتمنوا ان اتحاد سيدي قاسم يستمر توافق الاستقاله ديالو باش نبقاو محافظين على نادي او ناديين غنوويين في القسم الوطني تاعي. سي عمر نلقاو في مباراة النادي وكنا ترى جمعية السادة يعني وقتنا بأن الفوز راه دير فريق النادي القنيطري وفريق الفوز ما جاش السادة. جاب فريق جمعية السادة كان وسط التسجيل، فريق النادي القنيطري تعادل، جلو أولى خرجت التعادل الإيجابي بهدف داخل كل شبكة، في الجولة الثانية النادي القنيطري سجل هدف تفوق وجمعية السادة يعني رد بقوة. يعني شفنا النادي القنيطري حتى الربع الاخير اللي كانت استفاقه واللي ضمن عاد باش ضمن النتيجه بهذا الفوز. وهي صعوبه المباراه كتعرف هذا حسن ديربي جمعيه السلام والنادي القنيطري دائما كيشكلوا ديربي ديال في اللقاءات ديالهم دائما اللقاءات ديالو كتكون صعيبه بالنسبه للنادي القنيطري وجمعيه السلام. حقيقه هي كانت مباراه مفتوحه وهذا ربما الخطا اللي ارتكبه المدرب ديال جمعيه السلام باش لعب مع النادي القنيطري فتح من اول هو الاصابه ديالو جات اكيد من حمله مضاده سريعه ومباغته سجل الهدف ديال اللاعب المغربي، ولكن تم رجع الفريق النادي القنيطري عدل من ضربه خطا ديال جوزيف كامبوست. كما ذكرت تعادل في الجوله الاولى، الجوله الثانيه اكيد تعطى تعليمات الفريق ديال النادي القنيطري انه يزيد يهاجم هذاك يمكن واحد الفتره نساو ربما الدفاعات سجلوا عليهم سجلوا الهدف الثاني ولكن عاود تسجل عليهم الهدف ديال التعادل، ولكن من مور الهدف ديال التعادل فراه ولات سيطره مطلقه للفريق اللي توجد بالتسجيل ديال هدفين ديال واحد ديال جمال بلماد وواحد ديال حسين العبيدي هكذا فوز مستحق. دابا فريق نادي القنيطري حاليا في ظل الطموحات اللي كاينه ديالنا سواء ديال المسيرين او ديال الجماهير ما خصناش نقلعوا على الطريقه. دابا النتيجه ما يقدموش لنا عرض مزيان ما يعطيوناش، ولكن في الاخر بغينا نصف الحكم نكونوا رابحين ثلاثه النقاط تجي كما بغات، هي ما بالعرض ولا بدون عرض، ولكن خص النتيجه ثلاثه النقاط دابا هي اللي كتقلب على النادي القنيطري وخصهم يدارجوا باش ياخذوا باقا 15 نقطة. نتمناو أن النادي القنيطري إن شاء الله يحصل عليها كاملة خاصة من مدينة القنيطرة. فعلا دخلنا الخط المستقيم من البطولة، يعني ثلاث نقاط تبقى هي الأهم. المباراة عرفات مهرجان الأهداف، ست أهداف، عرفات حضور جماهيري كبير سواء من فريق النادي الرياضي القنيطري أو جمعية سهلة. المباراة عرفات يعني أحداث لا رياضية وهي الشعوب الاصطناعية ما عرفناش كيف خلت، وثانيا هي الحجر الطائش اللي صار بالحكم المساعد الثاني. حكينا السي عمر انت حكي درتي على المباراه على هذه الاجواء. فكما ذكرت السي محمد مع الاسف وخاصه في هذه الفترات من الدوري الاحترافي القسم الثاني خص بعض الجماهير ماشي الجماهير لان ماشي الجماهير ديال النادي القنيطري اللي كنعرفوها دائما في المنصه المكشوفه. اولا كنهضر على دخول ديال اربعه ديال الاشخاص ديال الملعب، دخلوا اربعه اللي دخلوا من الجهه ديال التريبيون اللي مغطي من الصاب مغطاش، ومن ثم انطلقوا واحد انطلقوا جوج انطلقوا ثلاثه الى درجه ان واحد اللاعب افريقيا مسلا هو اللي شد واحد وهزوه وخبطوه وكان خدا فيها انذار لانه ماشي من حقه يتعرض لاي واحد، هذاك الشيء كيبقى شغل ديال الامن. المهم شدوا اربعه ديال الناس، إذن هنا هاد الربعة ربما خص الأمن هو اللي يحدد أولا الهوية ديالو شكون هاد الناس، ربما يكونوا من سلا ماشي بعيد يكونوا من سلا، أو كما كان يتداول حاليا ربما يكونوا محرضين الله أعلم. أما بخصوص الحجر الطائش جا من الجهة ديال من الصنشوفة، ولكن ماشي من المكان اللي جالسين فيه فاسد ديال حجر الرؤوس، ديال حجر الرؤوس معروف كيمشيو في الوسط ديال الملعب. هذا ما حكم الشوط كتعرفوا الحكم الشوط الثاني يكون الشوط النصف الثاني ديال الملعب، يعني الحجره جات فيه تقريبا
بعيد على الزاويه، ملي كنحدد لك على المكان ديال الزاويه اللي في ديك الجهه، اذا بعيد على وسط الملعب. كيفاش جات الحجره؟ واش حجره طائشه مع الاسف سباس الحكم، جوج ديال الغرزات، والحكم مشكور كان شجاع وكمل اللقاء، والا كانت تكون شي نتيجه خير. بحال بحال السي عمر، هنا في حاله مثلا تم توقف المباراه، شنو هو القانون ديال جامعه هذا الباب؟ شنو تيقول؟ لا الفريق المستقبل اكيد هو اللي كيتحمل المسؤوليه. ممكن يخسر المباراه، خسر نقطه واحده زائد الظهيره. وهاد الحاله نتمناو ان التقريرين ديال سواء ديال الحكم او ديال المندوب انه ما يكونش بزاف ضد الجماهير المغربيه، لان ربما يقدر يتحمل الفريق والجمهور ديالو في مقابله او مقابلتين، وهذا ما نتمناه بطبيعه الحال. ماشي الشعوب الاصطناعيه هي كانت هذا القوه شفناها في الجهه ديال الشعوب الاصطناعيه. هذا سؤال كبير، هنا ملي كتشوف انت كتشوف الامن برا ولا داخل ديال الملعب، كتشوف ان الملعب مؤمن، ولكن كيفاش دخلوا الشعوب الاصطناعيه؟ هذا سؤال يسال عنه رجال الامن. فحتى السيارات ديالنا حنا مثلا اللي كنجيو نخدموا يقول لك لا ما بعدوها، اذا هذا اجراء مزيان قانوني ويطبق على الجميع مرحبا، ولكن اللي كنجيو كندخلوا الملعب وكنلقاو داخل واحد 10 ولا ما عرفتش شحال اكثر من 10 ديال الشعوب الاصطناعيه، الى درجه انه تخنقنا بصراحه. وهذه الامانه الصحفيه والله العظيم تخنقنا بالريحه، خاصه ريحه البارود. والهدف الثاني ديال جمعيه السله راه جا في وسط الضباب هذا، لان بديك الجهه اللي كانوا جالسين هما كان الحال الجليد تقريبا مقامها، فهذاك وسط هذاك الضباب اكيد الحال الجليد بحال هذيك الكره ما تخش عليه، ولكن اكيد تا هو كما حنا كمتفرجين تخنقنا اكيد الحارس واللاعبين اللي كانوا في هذه الجهه اليسرى ديال الفريق النادي المغربي، وكذلك اللاعبين ديال السله، اكيد انه توصلاتهم ديك الريحه الخانقه مع الاسف. ولكن كما قلت لك هذا الشيء يسالوا عليه الناس ديال الامن، كنعرفوا هاد الناس ديال الامن دائما يؤمنون الملعب بجديه وفايقين دائما لكل صغيره وكبيره، ولكن كيفاش دخلت هذه القضيه؟ الله اعلم. اذا السي عمر الشعوب الصناعي اثروا تاعنا يعني تاعنا العمل ديال الزملاء الصحفيين، كنا تقرنا سابقا بانكم غادي ديروا واحد اللجنه ان شاء الله باش تمشيو عند رئيس مجلس البلدي عزيز الرباع من اجل يعني مقر في الاقامه اللي في الملعب اللي فين وصلت هذه الخطوه. فكان الله يهضر شخصيا هضرت مع السي حمد العقي ورحب بالفكره وقال لي اي وقت بغيتو. كيبقى هذا التنسيق بين الناس في كريم شكري هو رئيس ديال الصحافه الرقميه، وسي عبد الرحيم بن طالب هو رئيس ديال المنتدى، وناخذ معنا جوج اخوان الدكتور القداوي، وحتى السي محمد قناة ديالكم تكون تاهي ان شاء الله، ونطلعوا ونتذكروا في هذه المساله بصفه رسميه. انا هذيك الصحابه اللي قلت لك ديك النهار فيها غير سميه، لان راه حشمنا عاوتاني نبداو نصور وصورنا عاوتاني في هذا، لان الناس جايبه كما قلت لك جايبه هاد المره جابوا الديسير، المره جابوا كما قلت لك الغداء، جابوا الغداء والديسير جابوا وجينا صغار شلاء زعيم شويه غادي نوصلوا لهذا الشيء شويه شويه يبقى يقول لنا نوضوا هنا راه خلينا ناكل. انا اللي باقي كنسال اشنا هو دور الباص اللي كناخذ بعدا كلشي كيطلع. نتمنى الامر ان شاء الله يتحل في القريب العاجل. السي عمر اليوم خرج يعني الحكم النهائي ديال محكمه الاستئناف واللي كان قضى ببطلان الجمعيه الاستثنائيه اللي كانت صفرها انتخاب بلعيد كروم رئيسا، تطلعتي على هذا الحكم؟ هضرنا عليه السي عمر خرج. هو الحكم هو تقريبا اسبوع باش كان خرج، وتعرف ان المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي اللي كان أعطى الأخية السي عبد الودود الزعيم، عفوا إنما كما كباقي الجماهير والغير من الفريق كنتمناو أن في هذه اللحظة بالذات يكون شوية نوع من التريوت في مصلحة الفريق. أنا لا أدافع على عبد العيد ولا لا أدافع على عبد الودود، عفوا. لأن الآن
مصلحه الفريق، لكن هاد الناس بجوج اكيد كيبغيو الفريق، بجوج طقسوا لفترات فريق النادي. اذا الا كانوا كيفكروا بمصلحه الفريق على الاقل هذا هو عبد الوهاب عنده حكم، ما يحيدوا له حتى واحد، حكم باسم صاحب الجلاله. ولكن نتمنى انه يكون شويه نوع ديال التعقل في تنفيذ هذا الحكم، لان الفريق على بعد خطوات من الصواب. اذا شي لجنه ديال الحكماء اللي تقدر تجمع هاد الجوج ديال الناس ويديروا واحد التوافق على الاقل الى نهايه الموسم، وديك الساعه اللي عنده شي حق يدي. بطبيعة الحال مصلحة النادي الرياضي بنيطرة الزعماء تتبقى فوق كل اعتبار. لاحظنا السي عمر يعني قبل ضربة بداية مباراة النادي بنيطرة جمعية سلا هو الاحتجاج والوقفة الاحتجاجية ديال بطول مدرسة النادي الرياضي بنيطرة بسبب عدم توصلهم بالراتب الشهري في ستة أشهر الأخيرة. كان عندك اتصال بالدير الأطر السي عمر، شنو هما اللي دايرهم شنو تيقولوا؟ بعض الاطر اللي اتصلوا بيا باش ندوزو خبر في الاذاعه ودوزنا مش عليك دوزنا الخبر بحال هادشي ما خصناش نوصلو خاصه في هاد الظروف هادي. صحيح كيقول لك المصائب لا تاتي فرادها، ولكن انا بحال هاد المشكل هذا ست شهور الناس ما مخلصينش، التلاميذ مخلصين خصهم يلعبوا. كتعرف دري صغير كتمنعو من واحد الحاجه اللي كيتسناو اسبوع كامل، تجي في الاخر كيبقى الاستاذ ديالو ما كاينش او المؤثر، فاكيد كان النفسيه ديالو كتهز نوعا ما. هذا انا ما كندخلوش في الخانه ديال التسيير، التسيير راه المسيرين غاديين بالمشاكل، وهذا هذا مشكل تدبير. راه الناس خصها تفرق ما هو تسييري وما هو تدبيري، هذا تدبير، هذا مشكل تدبير. فانا شخصيا حضرت الانطلاقه ديال المدرسه وكان لي شرف ديال الناس منير الجعواني مشكور وعبد ربي وعلي سهيل الفلالي وحاكم دمو، هادو الناس اللي دوا على الاسس ديال المدرسه، وكانت عندها استقلاليه. الحساب ديالها ما كانش كيدخل في النادي المدرسي، كان عنده حساب خاص في احدى الابناك اللي بعيده على البنك اللي فيها الحساب الرئيسي ديال فريق النادي المدرسي. فهاد سوء التدبير هو اللي خلق هذا المشكل. لو كان مدرسه عندها استقلاليه ان اللي خلص شي حاجه كيدخل في حساب ديال المدرسه، وهذا الحساب وهذه الفلوس اللي كاينه في حساب المدرسه لا علاقه للنادي بها، كنظن ما عمرها كان يوصل هذا المشكل هذا. يعني كانوا يلقاو فلوس في حساب المدرسه لا يقدروا يخلصوا بها الاطر ديالهم. نمشيو السي عمر لقطه الاسبوع او هدف الاسبوع اللي تشاهدوا دابا في الشاشه، الهدف اللي ماركاه اللاعب سعد الثابت من فريق صغار النادي الرياضي المغربي امام اتحاد طنجه، الهدف اللي كان يعني ضربه خطا بطريقه ولا اروع. يعني هاد صغار فريق النادي الرياضي المغربي اللي تيقودهم لاعب الكرك السابق كريم حديه يواصلون الاخضر واليابس بعد الفوز الاخير في ملعب اتحاد طنجه بهدفين لصفر. الفريق تيتصدر اكثر تيم ب 37 نقطة، شنو تقول لها صغار النادي الرياضي بنيطري ولا لهاد اللاعب سوا؟ بكل صراحة أنا كنسمع على هاد الفئة هادي وكنتمنى أنه وقلت لها السي كريم عدية إذا كان عندكم شي مقابلة هنايا اتصل بها، لأن سمعنا بزاف على هاد الصغار ديال النادي بنيطري وهما يقدمون من عروض والنتائج زعما اللي كتشرف هاد الفئة هادي. مشكور السي كريم عدية الجهودات اللي كيدير اللي وفرنا عطينا لهاد اللاعبين، هما ماشي غير سعد ثابت، كاين عده لاعبين، وهذا بالشهاده ديال الوالد ديال سعد انه كياكد لنا انه هناك مجموعه ديال اللاعبين اللي عندهم واحد المستوى. ولكن شنو كيبقى؟ كيبقى واش هاد اللاعبين غادي يستمروا في هذا المستوى هذا، او لا ان غتجي الانديه يعني بين قوسين كنقول حكاره تدير اللاعبين من هذا المستوى. وسبقوا وداو انا نعطيك نموذج الحالي سي ياسر طالي شادته الاكاديميه، نايف اكارد اللي داتو، ولد فرنس ولد حواج الويد اللي داتو الفتح، هادو غير اللاعبين الصغار اللي في كبارك. اذا اكيد هاد اللاعبين هادو اللي في الصغار ديال نادي القيطره تصدهم الاعين. اذا كيفاش غادي نحافظوا حنا على المستقبل ديال النادي اللي نقول كيفاش نحافظوا عليه؟ يبقى هذا في علم الغيب،
انا غير اللي كنتمنى هذه الكفاءات كدير وقتاش دير ربما يبقاو معنا، ولكن اول يوم في المينيموم حديه وكيعطين نتيجه. غدا يطلعوا عند القاضي عقليه اخرى ماشي ديال حديه، ربما ما تمشاش مع الاطفال. اذا انا دائما اطالب نرجعوا للسياسه ديال السهم الصويري. السهم الصويري كيديرني بالمينيموم بالقاضي بالجينيور على طول. اذا احنا الان ولينا كنوفروا كل فئه مدرب، غير على الاقل تكون هذه مثلا حديه اللي عنده هذه المجموعه يطلع بها الكاضي، يطلع بها الجينيور، يمشي للامام ويرجع ثاني يكون فرقه وتكون سلسله. هذاك هذاك اللي عنده مثلا فيتيان حتى هو يطلع مع الفيتيان ديالو للشبان، مول الشبان يطلع معهم للامام، ومول الامام يرجع للمينيم ويعاود ثاني درجه 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 باش يوصل للامام ودرجه. اما اليوم بحال كتريني بمجموعه غدا تعطيهم لي انا شخصيا، راه انت كتلعب 4-4-2 ولا نلعب 5-3-2. اذا الكفاءات ربما غطاء هنايا. اذا كنتمنى عنايه كبيره بهذ الفئه ديال الصغار، خاصه هاد المجموعه هذه اللي حاليا كيديرها كريم حديه، لان سمعنا عليها الخير وكما قلت لك كنتمنى انني نشوفها شي نهار. نعم مجموعة كريم هدية تتألق وتواصل التألق. أشير بأن غير المهاجم سعد الثابت فهو واحد الساعة وهدى بفريق بتعود ديال الأهداف. نمشيو لقنيطري، قنيطري يتألق على المستوى المحلي والإفريقي اللي هو منير الجواني. منير الجواني يعني البارح أعطى للرجاء درسا وهزم النصر الخضر خضر في ملعب مولاي عبد الله ب4 أهداف مقابل هدفين، وبالتالي الاستمرار في احتلال صدارة مجموعته. فأنا تبعت المقابلة مباشرة من الملعب، هي كانت مقابلة تقنية 100%. منير الجعواني قرر الرجاء مزيان وعرف أين كاين الخلل. الخلل كان عند الرجاء البارح في الجهة اليمنى. إذا الجهة اليمنى يمكن يلعب عمران فيدي، أنا ما عمري سمعت في الرجاء، ربما هي عمر الطيب دخلوا منير الذكاء ديالو دار حداه لابا كوتشو. لابا كوتشو غدا في البطولة لاعب دولي من الدراجة الرابعة، يعني بكل صراحة دار ما بغى في ذاك اللاعب، إلى درجة أن ذاك اللاعب مسكين هو اللي سجل ضد المباراة ديالو الإصابة الأولى. واستمر المدرب ديال الرجاء خلى ذاك، رغم انه كان عنده محمد الدويك اللي كيلعب حتى هو في الجهه اليمنى كيلعب مزيان، ما عرفتش علاش خلاه في كرسي احتياط حتى النتيجه ديال 3-2 عاد دخلوا ديك الساعه اللي عطى الله عطاه، لان زاد من ديك الجهه عاوتاني لان الدويك باش يعاون صحابه على الاقل يجيبوا التعادل ويطلع استغلوا بكر الهلالي كما ذكرت في الاذاعه دخل كيتسارع في الدفاع واختلاط كلابا كوتشو دار رجليه سجل الهدف الرابع. منير الجعواني عرف كيفاش يقرا الخصم ديالو، الف مبروك لمنير. انا وصلني ان مقاهي هنا في مدينه قنيطره كاين شي مقاهي اللي سمحوا في المباراه ديال تشيلسي مع مانشستر سيتي وفرضوا على مهاجم قوي يديروا يتفرجوا في الابن ديال منير الجعواني، وكان كل شيء ناشط خاصة بعد الفوز العريض وصدارة والاستمرار في الصدارة ديال الترتيب ديال هذه المجموعة الأولى ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبعة ديال النقاط، والآن أصبح متبوع بالحسنية أكادير بربعة، الرجاء جوج وطوبيو حتى هي جوج. إذا وصلنا لنهاية الحلقة سي عمر، ما بقى لي إلا نشكرك ونشكر السي أحمد أوصال مخرج هذه الحلقة، وهي حلقة مقبلة إن شاء الله. سلام إن شاء الله. سي محمد شكرا لك، شكرا لمخرج الحلقات سي أحمد أوصال، وشكرا لمتتبعي قناة كيدي 36، وإلى الحلقة مقبلة إن شاء الله.